عودة لكم متابعينا. طبعا بعد ما شفنا في تستايل رقصة الزومبا، رقصة الزومبا من التمارين جدا مهمة صراحة، تفيد البنات أكثر من الشباب، والأكثر اللي ما يلجؤوا لها البنات لأنه تنطي طاقة جدا إيجابية، بالإضافة إلى أنه هي تعزز هرمونات الجسم أنه هي تنتج أكثر. طيب حيدر أرجع لك، أنت قلت لي ما دام اليوم لابس كاجول شوي نسوي تمارين زومبا هنا، ما صار بعد راح أسويها. ما راح تلبس كاجول؟ حيدر ضد الكاجول، ما أدري ليش. أنا أحب الرسمي أكثر بالظهر، بس والله حلو. أوكي شكرا. شكرا، ويلكم.